صموئيل الثاني 17، ويا أخيتوفل ابشالوم، خليني اختار 12,000 راجل واقوم واطلع ورا داود اللي لادي، فاجي عليه وهو تعبان وايديه مرخيه فازعجه، فيهرب كل الشعب اللي معاه واضرب الملك لوحده وارجع كل الشعب ليك، لان موت الراجل اللي انت عايزه معناه رجوع الكل، فيبقى كل الشعب في سلام. فكان الموضوع كويس في عينين ابشالوم وعينين كل شيوخ اسرائيل. فقال ابشالوم: انده كمان حشاي الاركي فنسمع يقول ايه هو كمان. فلما جه حشاي لابشالوم قال ابشالوم: بكلام زي ده اتكلم اخيتوفل، نعمل حسب كلامه ولا لا؟ اتكلم انت. فقال حشاي لابشالوم: مش كويسه الاستشاره اللي شار بيها اخيتوفل المره دي، انت عارف ابوك ورجالته انهم جبابره وان نفوسهم مره زي دبه خسرت ابنها الوحيد في الغيط، وابوك راجل حرب وما بيبيتش مع الشعب، اهو تلاقيه دلوقتي مستخبي في واحده من الحفر ولا في مكان من الاماكن، ويحصل لو وقع شويه من رجالتك في بدايه الحرب ان اللي بيسمع يسمع فيقول اهو حصلت كسره في الشعب اللي ماشي ورا ابشالوم. كمان صاحب القوه اللي قلبه زي قلب الاسد يدوب دوب، لان كل اسرائيل عارفه ان ابوك جبار واللي معاه اصحاب قوه، عشان كده بدي استشارة بانهم يجمعوا ليك كل اسرائيل من دان لبير 7 زي الرمل اللي على البحر في الكترة، وحضرتك تمشي في الوسط ونجيله في واحد من الاماكن مكان ما هو موجود، وننزل عليه نزول الندى على الارض وما يفضلش منه ولا من كل الرجال اللي معاه حد، ولو حود لمدينة يشيل كل اسرائيل للمدينة دي حبال فنجرها للوادي لحد ما تفضلش هناك ولا حصوة. فقال ابشالوم وكل رجالة اسرائيل: استشارة حشاي الأركي أحسن من استشارة أخيتوفل، لأن الرب أمر أن استشارة أخيتوفل الصالحة بوز عشان ينزل الرب الشر بإبشالوم. وقال حشاي لصدوق أبي يسار الكهنة: بكذا وكذا شر أخيتوفل على إبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل، وبكذا وكذا شرت أنا. فدلوقتي بعتوا بسرعة وبلغوا داود: ما تبيتش الليلة دي في سهول الصحراء، لكن عدي عشان ما يبلعش الملك وكل الشعب اللي معاه. وكان يوناثان واخي ماس واقفين عند عين رجل، فطلعت العبدة وبلغتهم، وهم راحوا بلغوا الملك داود لانهم ما قدروش يخلوا نفسهم يتشافوا جوه المدينة، فشافهم صبي وبلغ ابشالوم. فراحوا هما الاتنين بسرعة ودخلوا بيت راجل في بحوريم وعنده بير في الدار بتاعته، فنزلوا فيه. فخدت الست وفرشت ستاير على فم البير وفرشت عليها دقيق ابيض نظيف فما تعرفش الموضوع. فجي عبيد ابشالوم للست للبيت وقالوا: فين اخي معص ويناسان؟ فقالت لهم الست: عدوا القناة بتاعت المية، ولما فتشوا ما لقاهمش رجعوا لأورشليم. وبعد ما راحوا خرجوا من البير وراحوا بلغوا الملك داود وقالوا له: قوموا وعدوا بسرعة المية، لان بكده شار اخي توفل ضدكوا. فقام داود وكل الشعب اللي معاه وعدوا الاردن، ولما طلع نور الصبح ما كانش حد معداش الاردن. واما اخي توفل فلما شاف ان الاستشارة بتاعته ما تعملش بيها شد على الحمار وقام وطلع لبيته لمدينته ووصل بيته وخنق نفسه ومات واتدفن في قبر ابوه. وجي داود لمحنايم وعدى ابشالوم الاردن هو وكل رجالة اسرائيل معاه، وقوم ابشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. وكان عماسة ابن راجل اسمه ياسر الاسرائيلي اللي دخل لأبيجايل بنت نحاش أخت صروية أم يؤاب. ونزل إسرائيل وإبشالوم في أرض جلعاد. وحصل لما جه داود لمحنايم إن شوبي ابن نحاش من ربة ولاد عمون، ومكير ابن عمئيل من لدبار، وبرزلاي الجلعادي من رجليم قدموا فرش وأطشاط وأواني خزف وقمح وشعير ودقيق وفريك وفول وعدس وحمص مشوي وعسل وزبدة وخرفان وجبن البقر لداود وللشعب اللي معاه عشان ياكلوا، لانهم قالوا الشعب جعان وتعبان وعطشان في الصحراء.